ينضم إلينا الآن هاتفيا من صنعاء السيد نصر الدين العامر القيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين. سيد عامر، إذن هي المرة الثانية التي تقصف فيها إسرائيل أهدافا وخصوصا في الحديدة، ما رد فعلكم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن نؤكد بأننا مستمرون في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. جبهة الإسناد اليمنية لن تتوقف، الحصار البحري المفروض على كيان العدو الإسرائيلي لن يرفع أبدا، والضربات على عمق كيان العدو الإسرائيلي ستستمر وتتوسع وتتضاعف، والرد على هذا العدوان قائم وقادم، ونحن في معركة مفتوحة مع كيان العدو الإسرائيلي بدون سقوف وبدون ضوابط. كل ما نستطيع أن نفعله سنفعله في مواجهة كيان العدو الإسرائيلي. هذه الغارات أولا هي استهدفت خزانات الوقود، ولكن هي مفرغة من سابقا. نحن اتخذنا الاحتياطات اللازمة وأفرغنا خزانات الوقود بالكامل من أي وقود، يعني هو تقريبا فيما تبقى أحد الخزانات في ميناء الحديدة، أما ميناء رئيس عيسى وغيرها من الأماكن لم يعد فيها أي وقود وتم تفريغها مسبقا احتياطا وتحسبا لمثل هذه الضربات. بالنسبة لمطار الحديدة، هو مقصوف ومدمر من عام 2015 من قبل يعني العدوان السعودي الأمريكي، ولم يعد فيه أي حركة ولا عمل، ولا هو مدمر بالكامل. تؤكدون استهداف المطار سيد عامر؟ يعني هي كل الغارات، انا بحسب ما اعلن الاسرائيلي بانه استهدف المطار. المطار مدمر ومغلق، لا يوجد، يعني هو شبه معدوم يعني المطار بالكامل، خزانه الوقود مفرغه، الضربات فاشله لا اثر لها ولا تاثير على مسار عملياتنا العسكريه. ومن يعتقد بان ضرب خزان فارغ للوقود سيوقف العمليات العسكريه فهو احمق وغبي.